طب ويعني الاستقبال بقى ازاي تم استقبال الافكار يا عروض الافعال؟ ذاكرين ودارسين الاخوان المسلمين كويس جدا. وحافظين كل حاجه عنهم. للاسف الناس في اوروبا وقبلها في امريكا، الناس الدارسين والناس اللي في الحكومات كلهم بيكلموا على ان ما حدث هو انقلاب. يعني الاغلب، بلاش كلهم، الاغلبيه العظمى منهم. وانا رايي ان احنا لما نكلم بعد كده لازم نكلم الشعب. نكلم لما بنكلم الناس مباشره في التلفزيون في انجلترا في امريكا او بنكلم اجتماع للناس العاديه كلهم بيفهمونا. يعني الراي العام بره هو متاثر بوجهه النظر الحكوميه وبالاعلام وما يصدره. الراي العام، الراي العام العادي مش مهتم قوي بالموضوع. انما اللي مهتم اللي راي العام العادي لما بيسمعنا بيختلف بوجهه نظرنا وبيخاف جدا من الاخوان. اما المتخصصين او السياسيين بقى الدبلوماسيين والناس اللي هم داخلين في الموضوع ده كلهم لغايه اللحظه دي بيأيدوا الاخوان الى حد كبير. طبعا التأييد الفظيع جدا اللي كان موجود اول قل دلوقتي عن الاول، انما لا يزالوا بيقولوا ان ده انقلاب، ولا يزالوا برغم ان التوضيح الفظيع اللي احنا قلناه والكلام اللي قلناه الاخوان بيعملوه والكلام ده ما يزالوا بيقولوا كده.